بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة، وده استكمالا للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. دي مادة مشكلات ضريبية معاصرة خاصة بالفرقة الثانية من دبلوم الضرائب بكلية التجارة جامعة عين شمس، ومعاكم دكتورة هدى الشيخ. بالنسبة للحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة، تم عمل أو تصريح بأن تكون أسعار الضريبة مخفضة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أعلن الدكتور وزير المالية بعض الملامح الهامة في قانون محاسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المزمع عرضه على البرلمان في الدورة التالية. وقد شملت هذه الخطة أسعار ضريبية مخفضة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لرقم الأعمال. وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن نظاما ضريبيا مبسطا لهذه المشروعات، وبما يساهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتيسير الإجراءات ضمانا لتشجيعها، وكذلك رفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها. وقد لفت النظر أن يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون الجديد أو بعد صدوره بنسبة 1.25% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه، و 75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 1 مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويا. وقد تم الإشارة إلى أن القانون الجديد قد حدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 1 مليون جنيه، بما يعادل 1000 جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، وأيضا 2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، و 6000 جنيها سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى 1 مليون جنيه. طبعا ذكر بيان وزارة المالية أن رقم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر يتحدد على ضوء آخر ربط ضريبي نهائي. طبعا الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بالقانون، أو بيانات الإقرار المقدم من الممول الذي يسجل بعد تاريخ العمل بالقانون. وأوضح وزير المالية أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل 5 سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص. في حوافز بقى في قانون المشروعات الصغيرة الجديد، الحوافز نص عليها المشروع وهي تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي لبعض المشروعات، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لمشروعات أخرى، طبعا بالإضافة إلى رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله. كما أشار مشروع القانون إلى المشروعات آجلا لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير. طبعا تضمنت حوافز قانون المشروعات الصغيرة الجديد أيضا تخفيض الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي لا يجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، وكذلك تخفيض الضريبة الجمركية لتصبح بفئة موحدة مقدارها 2% فقط من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها. طبعا عدا كما تضمن برضو القانون الجديد إعفاء الأرباح الرأسمالية عن تصرف الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون المشروعات الضريبية الصغيرة من الضريبة المستحقة، وذلك إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات
أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك طبعا هيكون وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولقد ألزم مشروع القانون بعدم خضوع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن، وذلك طبعا وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين. بالنسبة لقائمة الحوافز برضو تضمنت قائمة الحوافز إعفاء بعض المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك إعفاء بعض المشروعات من الضرائب والرسوم بعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات. طبعا كل الحوافز والمزايا دي كان الهدف منها هو تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر نتيجة لرغبة المشرع الضريبي ورغبة الإدارة العليا في تحسين وتطوير الاقتصاد عن طريق فكرة المشروعات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها من صندوق التنمية الاجتماعي أو من صناديق المشروعات الصغيرة الموجود معظمها وبالتحديد أكبرها في بنك القاهرة، وهو طبعا أحد البنوك الحكومية. طبعا المشروع ألزم مشروع قانون يعني ألزم بتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.